أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على إعلاء مبدأ المواطنة وترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر، مشيرا إلى أن مصر تعد نموذجا يحتذى به للتعايش السلمي في المنطقة. وخلال استقباله رئيس مجلس الشيوخ الكندي، شدد الرئيس السيسي على الأهمية الخاصة التي توليها الدولة لتطوير منظومة التعليم بجميع مراحله وأهمية دعم التعاون القائم بين البلدين في مجال التعليم الأساسي والجامعي. كما أشار الرئيس السيسي إلى الأولوية المتقدمة التي تحظى بها حقوق المرأة، خاصة في ظل دورها المحوري في جهود إعادة بناء الدولة المصرية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد جورج فوري رئيس مجلس الشيوخ الكندي بحضور السيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والقائم بأعمال سفارة كندا بالقاهرة. صرح سفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بزيارة رئيس مجلس الشيوخ الكندي لمصر، مؤكدا الحرص على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وكندا في جميع المجالات لا سيما على الصعيد البرلماني، ومثمنا سيادته مسيرة العلاقات الثنائية البناءة بين البلدين على مدار عقود ممتدة، وكذلك دور كندا الداعم لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.